وقبل ما نروح لفقرتنا الرئيسية الأولى مشاهدينا، هنشوف دلوقتي تقرير عن عام الحقيقة مر على رحيل الفنانة القديرة كريمة مختار، أشهر من قدمت دور الأم في السينما والدراما. حقيقة كريمة مختار ابتدت مشوارها الفني بالإذاعة المصرية من خلال برنامج بابا شارو، واشتهرت من خلاله كصوت إذاعي حنون جدا، كان بيقدم أعمال درامية وعلى فكرة أعمال رومانسية كمان واجتماعية. اتعرض عليها بعد كده أن هي تشتغل في السينما، وتزوجت من المخرج الكبير نور الدمرداش سنة 1964. كريمة مختار الحقيقة أعمالها الفنية لا تعد ولا تحصى، طبعا اشهر اعمالها الفنيه المسرحيه العيال كبرت، افلامها السينمائيه فيلم الحفيد، اميره حبي انا، بالوالدين احسانا، رجل فقد عقله، ليله الموعوده، يا رب ولد، من الحقيقه افلام وكثير من الاعمال السينمائيه. النهارده عام على رحيل الفنانه القديره كريمه مختار، هنشوف التقرير ده مشاهدينا ونعود مره اخرى، ابقوا معنا. كانت بمثابة الأم الحقيقية لأغلب الفنانين، حيث شاركت الكثير منهم في بداية أدوارهم الفنية، واشتهرت بأدوار الأم حتى لقبت ماما نونا. إنها الفنانة كريمة مختار. أنا قلت لا يعني لا، هي كلمة واحدة، أنا خلاص ما عادش حلت فلوس أديها لك، أنت جارلك إيه يا ابني بس؟ أنت بتسلط عليا؟ ولدت عطيات البدر الاسم الحقيقي لكريمة في 16 من يناير عام 1934، وحصلت على بكالوريوس الفنون المسرحية لتبدأ عملها في الإذاعة مع برنامج بابا شارو، وتحقق شهرة واسعة بين مخرجي الإذاعة نظرا لطبيعة صوتها الذي يتميز بالحنان والدفء الشديد. وسرعان ما لفتت انتباه الجمهور وصناع السينما لتبدأ في تلقي العروض السينمائية، لكن وقف أهلها حائلا دون دخولها عالم السينما. حلمها في تحقيق الشهرة التي يأملها كل فنان ظل يراوده حتى التقت بالمخرج نور الدمرداش، وتزوج لينجب 4 أبناء من بينهم الإعلامي معتز الدمرداش. ولأنه فنان يعرف قيمة الفن، وافق على انضمامها لصفوف ممثلات السينما. حرام عليك بقى، كنت هطلع بدل الباب وتسيح دم. بدأت علاقتها بالسينما بفيلم المستحيل مع المخرج حسين كمال، بطولة كمال الشناوي ونادية لطفي، وبعدها قدمت فيلم ثمن الحرية، وبدأت بعدهما شخصيتها السينمائية تتشكل، واعتبرها كثيرون خليفة الفنانة أمينة رزق والفنانة فردوس محمد في أداء أدوار الأم. اخرس قطعي لسانك قليل الحياة. ياما بقولك حرامي، أنا متأكد من اللي بقولهولك. سرق منك إيه بقى السيد؟ بسرقك أنت، هيمسح كل اللي حالتك. أنا راضية. خلدت اسمها الفني بمشاركتها في مسرحية العيال كبرت التي كانت تؤديه قبلها الفنانة الراحلة نبيلة السيد، واستمرت الأخيرة في تقديم الدور لمدة 3 سنوات، ثم اعتذرت لسبب غير معلوم لتحل محلها الفنانة الراحلة، ويتم تسجيل المسرحية ببطولتها. سيدي عاطف اتفضل يا عم. وديني اللي هسكت لك المرة دي، اخفى عليك وعلى أدبك. أنا ربيتك كده وعلمتك كده، المرة دي هقول لأبوكوا. لا يمكن أسكت، لا لا يمكن أسكت على عمك. يا ضرب الوضع أنا عارفها. لا لا سيبني عليك. أنت مصدقة كل حاجة يا ماما؟ أنا ما عرفتش أجيب لك هدوم. طب والله أنا قايل لك على كل حاجة. كان أداؤها لشخصية ماما نونا في مسلسل اتربى في عزه أكثر من رائعة وممتازة. شخصية ماما نونا التي دخلت كل البيوت المصرية والعربية نتيجة حنانها الزائد وتدليلها المبالغ فيه لابنها حمادة الذي يبلغ من العمر 60 عاما. الشخصية التي تذكر الجميع بالأم المصرية الطيبة البسيطة التي تحب أبنائها بجنون ولا تستطيع الاستغناء عنهم أو ترفض لهم طلبة. ما كانش لازم تكسفها أبدا كده يا حمادة. من أفلامها ثمن الحرية، المستحيل، نحن لا نزرع الشوك، الظريف والشهم والطماع، الحفيد. يا ابني يا حبيبي، أبوك حث سنين علشان يشوفني، عشان أبص له من الشباك وكنا مخطوبين. أميرة حبي أنا، رجل فقد عقله، وبالوالدين إحسانا. ما يصحش نسيبه في ليلة فرحه، ده برضه بعت لنا كارت عشان يتشرف بينا. امرأة مطلقة، اليتيم والذئاب، مهمة صعبة، الفرح، ساعة ونص. قال لي يا أمي تعالي معايا وربي هنا ربي هناك. قلت له حاضر يا أخوي، الوقت يظهر والنبي الوقت يظهر، وهيروح فين يعني؟
ومن مسلسلاتها أدهم وزينات وثلاث بنات، البخيل وأنا، زهرة وأزواجها الخمسة، ميسيو رمضان مبروك أبو العالمين حمودة، ذكريات بعيدة، كيد الحموات، دلع بنات. يا بنتي قطعتي قلبي يا حبيبتي. خلاص بقى، خلاص اسمعي، أنا بحبك، أنا مش هسيبك أبدا. تعالي بقى، تعالي اقعدي على دي. فازت بجائزة أحسن ممثلة للعرض الأرضي، ونفس الجائزة مناصفة مع الفنانة وفاء عامر في العرض الفضائي لدورها في مسلسل تربى في عزه لشخصية ماما نونا، وحصلت على جائزة النقاد عن دورها في فيلم ومضى قطار العمر. أنا هبتكلم معنا أقول له هفهمها. هفهمها إيه؟ هتفتكرنا أنا وإنت متفقين عليها؟ يا ستي مالكيش دعوة. آخر كلماتها لجمهورها ومحبيها قبل أيام من وفاتها: لقد أديت رسالتي، وليس في حياتي ما أخجل منه أو يزعجني. رحلت أم العيال في 12 من يناير عام 2017، وهو نفس شهر مولدها، وقبل 4 أيام فقط من الاحتفال بعيد ميلادها، عن عمر ناهز 83 عاما، تاركة إرثا فنيا كبيرا في الإذاعة والسينما والتلفزيون. Thank you.